كنطالبوا حقوق مشروعه، حقوق المضمونه اللي يعطيها الحقوق ديال وزاره الشغل، يعني حقوق العمال. حنايا عمال مطاحن جديده كنطالبوا اول حاجه تصريح لدى الصندوق الوطني الاجتماعي. لا يعقل لا يعقل لا يعقل 5 سنوات ديال الاقدميه بدون تصريح الصندوق الوطني الاجتماعي. فينا هاد الناس ديال الاعتزاز؟ فينا هاد المسؤول؟ فينا هاد المدير؟ كنا كنمشيو عنده والو، يعني ما بدون جدوى. وراني كتبت، يعني كتبنا شكايه لوزاره الشغل يعني باش تشوف المشكل ديالنا، يعني وتحدد لنا المطالب ديالنا مشروعه. هنا العمال المطاحن الجديده تاعنا تكون حقوق خاص، كنطالبوا بالحقوق ديالنا، وكنطالبوا بالديكلاراسيون، كنطالبوا بالاحتياميه، كنطالبوا بالعطله السنويه. هاد السيد هذا فاش جات كورونا كنا كنخدموا معاه من 8 حتى 12 بالليل، يعني كان احنا المنتوج، يعني كنا ماشي معاه، يعني المواد الاساسيه هي الاولى. يعني هذا السيد هذا ما تضررش، ما كانش واحد الضرار اللي عنده في الشركه ديالو، يعني كانت عنده خدمه زين. احنا كنا خدامين معاه، وفاش جات الفتره هذه وقفنا، ما عرفناش علاش وقف الاخ ديالنا انس بودرسا. احنا مضامنين معاه، دينا وقفه احتجاجيه تضامنا معاه، احنا في باب الحوار ان شاء الله. احنا باغيين استمرار العمل، وباغيين ديكلاراسيون من نهار اللي بدينا. كاينين الناس اللي عندهم وليدات، اغلبيه عندهم بعض الوليدات، 3 الوليدات هنايا مجوجين. لا يعقل لا يعقل كاين عنده 3 الوليدات 4 الوليدات ودابا الدراسه. يعني كنطالب وزاره الشغل، وزير الشغل كنطالبوا يعني باش يجي يفتح تحقيق لهذه المده كامله في كانوا هاد المسؤولين ديال تازا، تحقيق. وفي كانت المفتشه علاش ما تجيش تراقب، علاش المدير ديال لاسينيسيس ما يجيش يراقبنا ونصفنا، مع العلم عينا بالشكايات، عينا مدفوع. وكنطالب المدير العام ديال لاسينيسيس في كازا، راحنا صيفطنا له معظم ديال الشكايات كنطالبوا بها، كنطالبوا بديكلاراسيون ولكن بدون جدوى. ودابا كنطالب جلاله الملك نصر الله وايده، كنطالبوا يعني باش يدخل في اسرع وقت ان شاء الله. حنا كنطالبوه، والله يصون سيدنا، والله يصون سيدنا جلاله الملك محمد السادس. اقل حاجه كنطلبوا من هذا المسؤول هذا ديال الشركه هو يفتح معنا واحد باب الحوار، يعطينا واخا غير تسمى، يعطينا غير سريج من كاسكول، يفتح لنا غير سريج ماشي يجلس معنا، وما بغى يدير معنا حتى شي جلسه. هذا الشيء اللي كنطلبوه، نتمنى يكون الخير. في هذا الزمان كورونا القطاع الوحيد اللي ما مضرش بهذه الجائحه ديال كورونا، الدوله مدعمه هذا القطاع هذا، واضافه الى ذلك القطاع هذا ما تضررش كاع وما وقفش نهائيا. المواد الاساسيه، بالاضافه انه قلص لنا ديال ساعات العمل، ولات 4 السوايع. وربعات السوايع شحال غادي تجيك؟ دابا الشهر كيجينا تقريبا فيه 24 26 الف ريال. واش يخلص هذا السيد الكرا؟ واش يخلص الماء؟ يخلص الدخول المدرسي؟ يعني جاب لك الواحد الدقيقه كما كنقولوا الدقيقه 90، وخوابك ما شاف ديك المده اللي كنا كنضحيو معاه، كنضحيو معاه الليل والصبوحة وتقل، كنهزو خناشي انهم اعمال شاقه، اغلبيه دابا كاين اللي غادي يتضرر في ظهره. هنا علاش بغينا التغطيه الصحيه؟ لان غدا بعد غدا غادي يتهرس شي واحد، غادي يتعقب شي واحد، خاصو يحمي راسو.